نروح لفقرة الألعاب الأخرى أو الرياضات الأخرى. هنروح النهارده الخبر مهم وأول أخبارنا النهارده بنبارك للخماسي الحديث. التأهل لفين؟ لأولمبياد طوكيو. في عن طريق هايدي عادل شريف نظير. هايدي عادل وشريف نظير الاثنين تأهلوا إلى الأولمبياد طوكيو، أول ناس تتأهل الخماسي الحديث. حاجة مشرفة، حاجة رائعة، بنبارك لهم، بنقول لهم ألف مبروك، لأن فعلا الخماسي الحديث دائما وأبدا بطولات أفريقية وبطولات العالم متواجدين فيها بشكل جيد جدا جدا جدا. خلينا نروح لتليفون مهم لصاحب الإنجاز ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان. مساء الخير يا باشمهندس. فعلا وألف ألف مبروك لمصر كلها. ألف مبروك لحضرتك، إنجاز كبير، عايزين نعرف الإنجاز حضرتك. أنا عارف إن ما شاء الله إنجازات كتيرة في الاتحاد الخماسي، لكن كنت تتوقع الإنجاز ده من اللاعبين هايدي وعادل ولا؟ هو الحقيقة ما فيش إنجاز ولا حاجة خالص على الإطلاق الحقيقة. هو تصادف إن لعبة الخماسي الحديث التصفية القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو تقام في هذا التوقيت، فنصبح إحنا الاتحاد الأول الذي يتأهل من جمهورية مصر العربية. اتوقع ان شاء الله تاهل اكثر من 20 لعبه اولمبيه الى الاولمبياد ممثله، يعني مصر ممثله فيها ان شاء الله. الخماسي الحديث كان ليه السابقه وان هو اول واحد، لان صادف ان البطوله القاريه هي اول واحده تقام الحقيقه في التصفيات. البطوله القاريه كلها تقام في 2019 وفي بعضهم في 2020 لغايه 30 مايو القادم 2020. احنا بالنسبه لافريقيا، افريقيا بالنسبه لنا الحقيقه سهله جدا. زي ما حضرتك قلت احنا بننافس على بطولات العالم حاليا في جميع المراحل، فبالنسبه لنا الفوز بالمقعد الافريقي ما كانش صعب ولا حاجه. يمكن في البنات بس بنت بتاع جنوب افريقيا قدرت تحجز المركز الثاني، يعني وتبين ان الموضوع اصعب شويه، كان المفروض ان احنا ناخد اول ثاني ثالث كمان يعني. انما بالنسبه للولاد حتى الاربع لاعبين الاوائل عندنا لم يلعبوا في هذه التصفيه بسبب اصابات مختلفه، ما جذبناش بيهم الحقيقه، لان كنا واثقين ان اي حد هيمثل مصر هيقدر ان هو يخطف المقعد المؤهل لطوكيو، والحمد لله قد حدث. مبروك التاهل لطوكيو، فالخير، لكن انا اعرف ان في كده اتاهلنا بمركزين، مصر معاها مركزين بس لسه في مركزين تانيين ممكن نتاهل عليهم برضه يا باشمهندس. مظبوط، لحد الاقصى لاي دوله في التاهل في الخماسي الحديث هي ولدين وبنتين. الحد الاقصى للاعبين في طوكيو ان شاء الله هيكون 36 ولد و36 بنت. احنا احرزنا الولد والبنت وان شاء الله احنا بنسعى للحد الاقصى اللي هو ولدين وبنتين ان شاء الله، وايا كان مين اللي هيتاهل باسم مصر ان شاء الله، المهم انه يكون بينافس على ميداليات باذن الله. عملنا حققنا بطولات عالم، ناقص لنا ميداليه اولمبيه، هنستعد ازاي ليها بعد من سنه ونص من دلوقتي لغايه الدوره الاولمبيه؟ احنا بنستعد، احنا ما وقفناش، احنا شغالين من اولمبيات لاولمبيات، ما فيش توقف الحقيقه. والحمد لله ربنا كرمنا باول ميداليه اولمبيه كانت في اولمبيات الشباب الماضيه. الخماسي الحديث احرز ذهبيه الولاد احمد سامة جندي، مظبوط، السيدات كمان بسلمى ايمن عبد المقصود. يمكن سلمى في التصفيات الافريقيه جالها شد في العضله الضلمه، ففضلنا ان احنا نريحها فورا ما تكملش التصفيه. احمد جاله برضه مد خفيف في ظهره، برضه ما لعبناهوش في التصفيه الافريقيه. احنا بنحافظ على لعبتنا لان الهدف هو طوكيو الحقيقه. خلاص التاهل، احنا واثقين من تاهل لعبتنا، ما عندناش شك في ده الحقيقه. ما شاء الله. ايا كان اللي هيتاهل، المهم ان هو زي ما قلنا ينافس في طوكيو باذن الله. باذن الله هنستنى يا باشمهندس باذن الله زي الشباب كده، بس مستنيين ان شاء الله ميداليات اكتر في طوكيو باذن الله عن طريق الخماسي الحديث. باشمهندس شريف العريان بنشكرك شكرا جزيلا والف مبروك، ان شاء الله باذن الله هنستنى باذن الله ميداليات من الخماسي الحديث في طوكيو.